مرحبا، اسمي دانا وأنا طالبة في مجال الأبتومتري. قضيت 3 أشهر مع طبيب اسمه دكتور باشنك عنده عيادته في ساوث ميامي. دكتور باشنك بيساعد أو بيستخدم عدسة خاصة اسمها السكليرال لينز. السكليرال لينز بتستخدم لناس عندهم مشاكل في القرنية، بتساعدهم على إحصال نظر جيد جدا. الناس اللي بيجوا هون عندهم مشاكل بالقرنية لسبب زرع قرني ولا لسبب مشاكل حصلت بعد استخدام الأشعة لتصحيح النظر ولا لمشكلة اسمها كيراتوكونس. من ضمن الأشياء اللي عنده دكتور باشنك في مكتبه وعيادته أجهزة خاصة بتساعدنا على إحصال معلومات خاصة جدا للمريض ولقرنية المريض، وهذه الأشياء بتساعدنا على إيجاد عدسة بنحطها على القرنية لإيجاد نظر ممتاز للمريض. دكتور باشنك بيرحب بكم، بيتمنى انكم تجوا لعيادته عشان يساعدكم. شكرا.